الحديث عن المرأة ودور المرأة في صياغتنا كأشخاص وكأفراد في المجتمع أو كأفراد منتجين طبعاً ما تكفي 30 ثانية ولا 30 ساعة ولا 30 يوم ويمكن حتى ولا 30 سنة. من نعومة أظافرنا الأم تقوم بدور التربية. طبعاً أمي الله يحفظها كان لها دور كبير جداً في صياغة شخصيتنا وخصوصاً المرحلة الأولى من عمرنا. أنا إنسان تربيت في القرية فما كانت كل الإمكانيات متاحة، فكانت الوالدة الله يحفظها تقوم بدور كبير في تربيتنا، وكانت في بعض المراحل حتى تقوم بدور الأب وتمثل دور الأب لما يكون الوالد ما موجود أو مسافر لطلب الرزق، كانت هي اللي تشتغل، وكانت تشتغل الشغل اللي المفروض يقوم فيه والدي أو اللي المفروض نقوم فيه إحنا لو إحنا فعلا كبار. فمن المواقف اللي ما أنساها أبدا لأمي الله يحفظها، لما خلصت الثانوية العامة كانت نسبتي جدا عالية ووصلها الخبر، فأنا راجع من المدرسة هي كانت في الشارع في الشمس تنتظر الباص يوصل، فمن فرحتها ودموعها وبكائها وموقف ما يتنسي أبدا. يعني أنا أتكلم على سنة 98 هذا الكلام، فالله يحفظها إن شاء الله. فالوالدة دورها طبعا تعجز الكلمات أنها تصف دور الوالدة، وأيضا دور الأخت، دور الأخت أيضا ما ممكن حد ينكر، هي تعتبر الأم الثانية في البيت. لو تكلمنا على مرحلة ثواني وإنجازات ثواني، هنا يجي دور الزوجة، وحتى قبل مرحلة ثواني يجي دور الزوجة. فالمرأة ما ممكن توفيها حقها سواء كانت أم أو أخت أو زوجة أو زميلة عمل، كل واحد يقوم بدوره. فلولا وقوف زوجتي معي في هذه الرحلة يمكن ما وصل الثواني إلى هذا المستوى. أنا أطلع من البيت كل يوم وأنا عارف أنه في أحد مهتم في البيت، في أحد يهتم بالأطفال، ما أحاتي هذا الجزء أبدا، حتى بعض أعمال البيت يعني هي تتولاهن على أساس أني أنا أتفرغ. نحن في بداية رحلتنا تكلمنا عن هذا الفنتشر اللي راح نقوم فيها واتفقنا أنها راح تكون عبء على الجميع، فلازم نتكاتف لكي نصل. فمن المواقف البطولية للمدام أنها تركت وظيفتها عشان تهتم في البيت والأولاد، كانت موظفة وتركت وظيفتها، فهذا هنا يشكل الدور الإيجابي اللي تقوم فيه المرأة، فهي حرمت نفسها من وظيفة عشان تقوم بواجبها في البيت وتربية الأبناء بينما أنا مشغول في بناء ثواني. فيعجز اللسان عن الوصف صراحة، يعني ما ممكن نوفيهم حقهم بفيديو مقتضب جدا. نتكلم عن فريق ثواني، أول موظفة عندي امرأة، ثاني موظفة امرأة، ابتدوا معي الرحلة والمشوار لما كنت أنا وحيد ما في أحد معي، وما زالوا لحد اليوم هم شايلين هذا العبء معي. الفريق كبر وزادوا مجموعة كبيرة من الأخوات في الشركة، وما شاء الله عليهم يقوموا بدور جدا جبار في إبراز ثواني سواء على مستوى التسويق أو على مستوى دعم العملاء وأيضا على مستوى استيفاء الشروط والمتطلبات التشريعية، وتلعب عدة أدوار في حياتنا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الكبر، يعني من الأم، الأخت، الزوجة، الزميلة. فدور المرأة يعني لما قيل إن المرأة نصف الحياة أو نصف الرجل، أنا أعتقد شوية أكثر من النصف، بدون المرأة ما في شيء ممكن يصير، ما في شيء ممكن يشتغل.